السلام عليكم. لن تصدق ما فعله شيخ ورب أسرة في إحدى الولايات الجزائرية لشبجة لخطبة ابنته، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. لا تخلو صفحات الفيسبوك في هذه الساعات من الحديث عن رب الأسرة والشيخ والذي طرد شبجة لخطبة ابنتها. وقال ناشط على الفيسبوك أن هذا الشيخ تفاجأ بشاب حلاقة شعر غريبة مثل الديك ويرتدي سروال ضيق وممزق يطرق الباب طالبا يد ابنتها، أين قام بطرده. وتفاعل ناشط مع الحادثة ودعوى الشباب والشابات في الجزائر إلى ضرورة ارتداء لباس محترم وفضفاض يستر العورة والابتعاد عن قصات الشعر الغريبة وتغيير خلق الله، لأننا في بلد عربي مسلم.